أطفال وكبار في السن في العراق يرزخون تحت خط الفقر، باتوا يعتشون على نبش المخلفات والنفايات في مواقع التمر الصحي وسط بيئة ملوثة وتنصل حكومي من الواقع المعيشي المزري للعراقي. شو تسوي يعني؟ تقعد تموت من الجوع. عندنا جهال وعندنا نسوان وبيوت وأماتين وكلها تريد منك. منين تجيب؟ يعني ماكو غير هاي الشغلة، أحسن ما نمد ايدينا وأحسن ما نبوق. فشل السياسات الحكومية تسبب بزيادة معاناة الطبقة الفقيرة التي تعجز عن توفير قوت يومها، فلجأت إلى مواقع التمر الصحي التي باتت مصدر الرزق الوحيد لها. حالتنا تعبانة، أنا من هنا مريض، خرجت الجامعة هنا ويانا، خرجت والله العظيم خرجت الجامعة أشتغل، طلاب مدرسة هنا كلها طلاب مدرسة بطلت، يعني كل واحد وصل للسادس بطل ما عنده معيشة يكمل. هذا الضرب الحفارة شوفوا له والله عم ضرب الحفارة راح يسوي عملية ما عنده ولا ربع، يعني مين احنا يعني واحد غير يعيش يقول شوف حياته. وفي وقت تتفاقم فيه إشكاليات مواقع التمر الصحي، تتقاذف الجهات الحكومية المعنية المسؤولية عن تنظيم هذه المواقع دون اعتبار للمعتاشين عليها. بلدية الحلة ما حضرت لها موقع ثاني، فأخذت أنه تحفر دائما هذا الموقع وتخلي مواد مكانه، وهذا إجراء طبعا مو صحيح، وإحنا كدائرة اتخذنا كل الإجراءات لمديرية البلدية وننتظر الإجراء من عندهم بعد. عملت مديرية بلدية الحلة على إعداد مخططات وكشوفات كاملة، والموقع موجود في ناحية الكفل بقدرة استيعابية تصل إلى 600 طن باليوم، إلا أنه المبلغ اللي تم وضعه صعب توفيره. بين مخاطر مواقع التمر الصحي على القاطنين قربها والباحثين في نفاياتها قاسم مشترك يتنامى، وهو مستنقع الفساد والتقصير الحكومي.